اليوم حاخذكم على كات جونجل. ويلكم اور جونجل. هالمحل فيه اكثر من 30 بسة عشان تيجوا تلعبوا معهم وتطعموهم وتقضوا اوقات كثير حلوه معهم. ما رح احكي كثير ورح اترك البسة يورجوكم حالهم وشو بيقدروا يعملوا. المهم بشوفكم بكره بفيديو جديد. Meet our cats, Prince, Romeo, Lingo, Leo, Lexi, Jack, Zatar, Ash, Lily, Nala, Lucy, Rose, Molly, Bella, come visit us in Amman. Do you love cats, but can't have one at your house? We have the solution. Come visit our cats in Amman. Calda, Door Complex B14. They are so friendly. International is what I am. Welcome to the jungle. When I said, ooh, I'm blinded by the lights. No, I can't sleep until I feel your touch. I said, ooh, I'm drowning in the night. Oh, when I'm like this, you're the... أخيراً حققت واحد من أحلامي أنا وعيلتي وعملنا الكات جونجل. جمعنا أكثر من 30 قطة وحطيناهم في مكان بجنن، طبعاً بجنن لأنه أنا صممته. صممته بطريقة إنه القطط تنبسط والناس تنبسط، تقدروا تتصوروا معهم، تلعبوا معهم، تطعموهم، وتقضوا وقت معهم كثير حلو وتحبوا دائماً إنكم ترجعوا. هذا المشروع زي ما حكيت لكم هو فاميلي بزنس، فإحنا كلياتنا عملنا نشتغل فيه مع بعض، وإن شاء الله هذه هي نقطة البداية فقط. يلا ادعمونا.